انا شفت امبارح رئيس النادي وهو ارسل لهم للعيبه رساله طمانينه، يعني انه ان شاء الله مش هتكون في مشكله وهتاخدوا مستحقاتكم. يعني ده في حد ده ذاته مهم جدا مهم يعني. جدا جدا، لانه كل لعيب من دول عنده التزامات وعنده طبعا عنده حاجات كتيره قوي قوي يعني، وما بتكونش عاده مرتبطه بيه هو. يعني ممكن يكون يعني مثلا ايه هيجوز اخته ومرتبط لا بس برضو بتوقيتات. عايزين نشيد فعلا بالنقطة اللي حضرتك اتكلمت عليها، فكرة ان انا الفريق ان كان المشاكل اللي انا بواجهها الادارة قادرة بنسبة كبيرة جدا ان هي تبعد المشاكل اللي احنا ممكن نكون بنتعرض لها عن الفريق تماما، بحيث ان الفريق بالفعل ما يحسش ان في ادنى مشكلة، لانه عارف ان عنده ادارة حاليا قادرة ان هي تحلله طبعا اي مشكله، مش تحلله بس، تحل اصلا للنادي عموما اي مشكله، وده اللي احنا بنتكلم فيه ان اهميه الاستقرار الاداري يعني. هو حضرتك يعني حضرتك كررت اكثر من مره موضوع الاداره ومجلس الاداره. شوفي انا بقول يعني حددي، يعني قولي ان في رئيس النادي والمشرف العام، يعني باستثناء مثلا اسم او اسمين في مجلس اداره نادي الزمالك، هاتيلي حد كان معروف قبل ما يبقى في قائمه المستشار مرتضى منصور عشان ينجح في الانتخابات. يعني دي حقيقه وينبغي الاقتناع بيها. عايز برضه اقول حاجه، ان موضوع الحجز ده انا شايف يعني ضغوط عصبيه رهيبه جدا جدا بتقع على عاتق رئيس النادي والمسؤولين فيه، ولكن رئيس النادي في المقام الاول. يعني تخيلي حضرتك، هقول لك معلومه معرفش هو قالها ولا لا، مش متذكر، انه كان اتحاد كرة القدم في رسوم للقيد، قيد اللاعبين، رسوم فلوس بتتحط، عارفة الفلوس دي قد ايه يا فندم؟ 15 مليون جنيه. واتحاد الكورة كان رافض يأيد هؤلاء اللاعبين، واخد بالك، علشان الرسوم ما اتدفعتش. فلولا كده الأستاذ مرتضى كلم اتحاد الكورة وكلم المسؤولين اللي فيه وقال لهم هنبعت لكم حتى الخطاب الرسمي بتاع الحجز عشان يعني يبقى وثيقه معاكم تحميكم، لكن انتوا لازم تسجلوا لنا اللعيبه علشان خاطر يقدروا يلعبوا. خلي بال حضرتك، بدون التسجيل ما هتبقى مشكله، ومشكله كبيره. تخيلي 15 مليون جنيه ده على سبيل الايه؟ حاجه كده، يعني مين يقدر يتحمل ضغط عصبي اكتر من كده؟